مرحبا بكم متابعي. فعلا الشباب هم بناء المستقبل. اليوم مؤتمر أجندة المناخ للشباب، هذا المؤتمر الذي يعول عليه شبابنا في محافظة تعز، والذي سيخرج بالعديد من التوصيات، سيتحدث عن أهمية وجود الشباب في عملية المناخ وما وتغيراته. سنتحدث عن هذا الموضوع مع الأستاذ. على ما قلنا أن الشباب هم الطاقة الأساسية في عملية تغيير المناخ، اليوم منظمة نحن في شبكة صوت الشباب، وهي أحد الشبكات التي نتجت عن أحد المشاريع التي نفذتها مؤسسة مدنية التنمية، وأنا مدير تنفيذي لمؤسسة مدنية التنمية. إذن مدني وكيان وغيرها من منظمة سياق الاجتماع للشباب، أقمت اليوم مؤتمر من أجل المناخ. ماذا أساسه هذا المؤتمر وإلى ماذا يطمح اليوم؟ بالنسبة لمؤتمر أجندة المناخ للشباب، هو مؤتمر عالمي نفذ في أكثر من دولة، وفي اليمن ينفذ لأول مرة بشراكة مع منصة صحصح، وبإشراف من We Are Tomorrow، وهي جهة هولندية مكونة من مجموعة من الشباب اليمنيين بشكل طوعي. الغرض من هذا المؤتمر هو عمل مسودة من أجندة الشباب، وما هي الصعوبات التطلعات والفرص التي نقول يواجهها الشباب أو يحصل عليها الشباب هنا في الدول الضعيفة، وبعد ذلك يتم رفع هذه نقول التوصيات وهذه الأجندة إلى We Are Tomorrow، ويتم استعراضها أيضا في الكوب 29 إن شاء الله، الذي سيكون في نوفمبر في أذربيجان. فهذا الآن في تطلعات إلى أنه العالم يعرف ماذا يحصل في اليمن. بالضبط، هذا هو الهدف الأساسي من المؤتمر، فنحن نريد أن يسمع العالم صوت الشباب اليمني. فتم تنفيذ هذا المؤتمر في حضرموت، تم تنفيذه أيضا أونلاين، وهذا أيضا المؤتمر الذي ينفذ لهم في تعز هو استمرار لهذه الجهود. عزيزي، فعلا في تغيرات مناخية ظاهرة، هناك فيضانات كانت غير موجودة في كثير من المناطق والمحافظات، ظهر أيضا ما يسمى النهر في حضرموت، ظهرت أشياء جديدة وتغيرات مناخية لابد الوقوف عليها. صحيح، هذا يحدث في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ولا يخفى على أحد يعني الفيضانات التي حدثت سواء في المحويت أو في الحديدة أو في شمير في مقبنا محافظة تعز، وأيضا هذا نعتبره مرحلة أولية، الآن القادم قد يكون أسوأ إذا لم يتدارك العالم ويعمل الجميع من أجل بيئة مستدامة، فنقول أن العواقب ربما تكون أسوأ ووخيمة. نعم. ما زلنا في المؤتمر المناخي في تعز، اليوم معنا سياق صح؟ المركز المدني للدعم والمناصرة شايف الجابري. رائع، ممكن تتكلموا لنا أنتم كمنظمة بدأت تتنبه للتغيرات المناخية، واليوم أنتم في مؤتمر مناخي يتحدث عن هذه المواضيع؟ والله كرأي شخصي أنا كأحد النشطاء في محافظة تعز، أنا أعتقد أنه إذا لم نبدأ في تعز فإنا يمكن أن نبدأ بأي محافظة، وكذلك اليمن تبدأ حينما تبدأ كل شيء في تعز. من هذا المنطلق انتبه الشباب في تعز على القضية المناخية وآثارها على حياة الإنسان المتعددة اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي هذه دعوة لكل الفئات بالمجتمع وأصحاب المصلحة وصناع القرار على اتخاذ قرارات تعمل على التوعية بأهمية التغيرات المناخية، وأيضا بنفس الوقت بإيجاد سياسات جديدة لتحسين موضوع المناخ والحفاظ على البيئة. أنا أحب هذه المداخلة وشكرا لك أنك جعلتني داخل في من أهم المنصات الذي تنمو حاليا في محافظة تعز، وإحنا نفتخر بوجودك طبعا. ندعو وزارة التربية ومكتب التربية حتى في تعز بأنه يكون البداية من هنا من تعز، فإنه يكون في حصص موجودة ضمن المنهج المدرسي خاصة بالتغيرات المناخية لأهمية الموضوع، ولا نكتفي فقط بدروس، إحنا جيل اللي كان دروس، لكن نتمنى الجيل القادم يكون جيل الحصص. وهذه دعوة لوزارة التربية والتعليم. أيضا بنفس الوقت الأشغال العامة، هناك كثير من الأعمال الموجودة بتعز، وإحنا نثني على قيادة السلطة المحلية، لكن بنفس الوقت نتمنى من شركة المقاولات في مكتب الإشغال أنه يلزم المقاولين بأنه المكان الذي يتم فيه وجود أشغال عامة أنه تحافظ عليها الأشجار زي ما تحافظ على النظافة، زي ما يحافظ على مخلفات المقاول، ويكون هذا من ضمن العقود الموجودة لهؤلاء المقاولين، لأنه بالأخير إحنا ننشر ثقافة بكل مكان، فالذي يبدأ بهذه الثقافة بالشارع المواطنين بينظروا له، وبالتالي بينقضوا العادة هذه للمنازل.
شكرا مرة أخرى لهذه الاستضافة. حاجة كمان نسيناها، مكتب الصحة والتغيرات المناخية والأمراض التي تنتشر خلال التغيرات هذه. صح، هذه بالذات كناشطنا في قضايا الأطفال، كثير من الأطفال وفيات بسبب موضوع الأوبئة وموضوع الجفاف وموضوع الحمى وحمى الضنك هنا بتعز، هذه كلها بسبب الإهمال البيئي. طب الإهمال البيئي يؤدي إلى إهمال مناخي، وهكذا تتعاظم التحديات اللي يواجه الإنسان بتعز، وبالتالي هذا نموذج للتحديات اللي يواجهن الإنسان في اليمن. قسما بالله استفدت حاجات كثيرة منها، إنه العملية مرتبطة ترابط متكامل. بالضبط، المناخ قضية عالمية، وبالتالي العالم موحد في قضايا المناخ. فرغم التحديات اللي موجودة معنا في سبب الصراع اللي موجود باليمن، لكن إحنا جزء من التحديات العالمية، فلابد إحنا نعمل بثنتين الأيادي لمواجهة هذه التحديات. شكرا لك. الله يخليك. إن الشباب هم الطاقة التي لابد أن تكون وقت ما يغيب الحكومة، تظهر أيضا الشباب ومنظمات المجتمع المدني. اليوم مؤتمر من أجل المناخ، ممكن تتحدث لنا عن هذا المؤتمر؟ المؤتمر هو جزء من حركة دولية تنظم قبل عقد الكوب 27 في أذربيجان. الهدف من هذا المؤتمر هو مشاركة الأصوات المحلية، تحديد الأجندة المحلية المتعلقة بتأثير التغير المناخي، كيف أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل غير متناسب على فئة المجتمع. التغيرات المناخية لها تأثيرات مختلفة على النساء، على الأطفال، على الفتيات، على المهمشين، على ذوي الاحتياجات الخاصة. فكان هدفنا من هذا المؤتمر أنه نخرج أي نحدد ايش الاجنده الخاصه بالمجتمعات المحليه في تعز. فاحنا اشتغلنا على هذا المؤتمر، كان الحضور متنوع، ما بين شباب، ما بين منظمات المجتمع المدني، ما بين مجتمعات محليه، من اجل نخرج بمسوده الاجنده والاولويات المتعلقه بالمناخ، من اجل يتم مشاركته على مستوى الكوب 29. رائع. اذا هذه هي الطاقه الشابه التي دائما تجمع ما بين الشباب. ولكن معنا هنا اصغر مشاركة بالمؤتمر. ايش تقول يا حبيبي؟ قولي كلام. الا حبيبي انت مشاركة، صح؟ هي شاركة اليوم، صح؟ شاركة اليوم بقوة. ايوه، اصغر مشاركة في المناخ. اذا الشباب هم الطاقة، وايضا اجيالنا القادمة ستأتي من اجل ان يكون هناك مناخ وبيئة جامعة للجميع تهتم بالصحة والانسان. سلام.